طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نستأنف من حيث وصلنا. انتهينا معكم من الجملة الفعلية ومن إعراب الفعل المضارع. لم يبقى علينا إلا مكملات الجملة الفعلية. قبل المكملات لابد لنا أحكام الفاعل. الفاعل هو الركن الثاني من أركان الجملة الفعلية. الفاعل هو الركن الثاني من أركان الجملة الفعلية، ومتى جاء الفعل دائما يسأل عن الفاعل، من فعل. من أحكامه أنه مرفوع دوما ويأتي بالترتيب بعد الفعل، ويأتي الفعل بعد الفاعل بصورة المفرد. فمرفوعا دوما نقول مثلا جاء سعيد، دخل عمرو، ذهبت الطالبة، كل ذلك مرفوع. أرجو ممن لم يغلق النقالات أن يغلقها وأن يكون معنا لكي نستكمل حديثنا. الفاعل يأتي بعد الفعل بالترتيب، يعني أقول جاء خالد، فلو قلت خالد جاء ما أعرب خالد هنا فاعلا، إذا تقدم أعربه مبتدأ وألتمس للفعل ضميرا يعود على هذا المبتدأ، فأقول خالد جاء، خالد مبتدأ وجاء فعل ماض والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على خالد. صور الفاعل يمكن أن يأتي اسماً ظاهراً أو ضميراً مستتراً أو ضميراً بارزاً. طبعاً الاسم الظاهر ممكن اسم إشارة، ممكن اسم موصول، ممكن اسم عادي. مثل هذا المثال، جاءت هذه الرسالة لهداية البشر، اسم إشارة هو الفاعل. ذل الذي يكفر اسم موصول هو الفاعل. ضمير مستتر، الحجة ظهرت، أين فاعل ظهرت؟ فاعل ظهرت هو ضمير مستتر يعود على الحجة تقديره هي، ظهرت هي يعود على إيه؟ الحجة. ضمير بارز، آمنت بالله، في هذه الجملة أين الفاعل؟ التاء، آمنت، التاء هنا هي الفاعل. أخيرا اسم صريح، اقتربت الساعة. نائب الفاعل هو اسم يلي الفعل المبني للمجهول. متى بني الفعل للمجهول فإنه يحتاج إلى نائب فاعل. كان أقول مثلا كسر الزجاج، أو وضع القلم، أو أخذ الدرس، أو فهم الدرس. هذه الأفعال الآن بنيت للمجهول. طبعا كيف نبني الفعل الماضي للمجهول؟ من يعرف؟ هلا فهم فعل مبني للمعلوم، كيف اجعله مبنيا للمجهول؟ فهم، اذا ماذا فعلت؟ ضممت الاول فو وكسرت ما قبل الاخر، فهم. اذا يبنى الماضي للمجهول بضم اوله وكسر ما قبل اخره. كسر الزجاج، كتب الدرس، أعطي الدينار، وهكذا. أما المضارع فيبنى للمجهول بضم أوله وفتح ما قبل آخره. ينصر، تصبح ينصر، ينصر المظلوم،
ينصر المظلوم، فالمظلوم نائب فاعل. طبعا ما الذي ينوب عن الفاعل؟ الأصل في الأشياء أن ينوب المفعول به عن الفاعل، كقوله تعالى مثلا قضي الأمر، أصل الكلام قضى الله الأمر، قضى فعل ماض، والله لفظ الجلالة فاعل والأمر مفعول به. لما أقول قضي الأمر فجعلت المفعول به نائبا للفاعل، قضي الأمر. في الآية الكريمة هذه التي فيها قضي الأمر في عدة أفعال مبنية للمجهول، غيض الماء، غيض أصل غاض الماء أو أغاض الله الماء، غيض الماء أصبحت مبنية للمجهول. قيل أيضا قال فعل مبني للمعلوم، إذا قلنا قيل صار مبنيا للمجهول. قد ينوب عن الفاعل غير المفعول به، لكن نحن نطالب فقط بالمفعول به عندما ينوب عن الفاعل. أما المكملات، مكملات الجملة الفعلية، فما نطالب به في هذا العام هو ثلاثة مكملات: المفعول به والمفعول فيه والمفعول المطلق. المفعول به هو الاسم الذي يأتي أو يقع عليه فعل الفاعل، فأقول مثلا درس الطالب الدرس، كتب وكتب الواجب، وقدم الامتحان، فكل هذه الكلمات مفعول به. وقد يأتي المفعول به ضميرا، لكن أنا بهمني المفعول به الاسم الظاهر، لأنه هو الذي يقع عليه يعني بحثنا في 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 النحو الوظيفي، نهتم بالاسم الظاهر عندما يكون مفعولا به. المفعول المطلق هو عبارة عن مصدر من نوع الفعل يأتي لتوكيد الفعل، كأن أقول أكل أكلا وشرب شربا وفهم فهما، فهو إذن من جنس يشتق من 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 أحرف الفعل، كقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فاصبر صبرا جميلة وتبتل إليه تبتيلا، كل هذه المفاعيل من المفاعيل المطلقة. طبعا هو منصوبا دوما، ولا بد لي أن أذكر هنا أن المكملات، مكملات الجملة الفعلية كلها منصوبة، لا بد لي أن أذكر أن المكملات كلها منصوبة، يعني المفعول به منصوب، المفعول فيه الآن سأذكره منصوب، والمفعول المطلق منصوب. بقية المكملات لم نطالب كنا بها يعني في هذا الفصل لكثرة المادة، فحذفنا بعض المكملات كالمفعول لأجله والمفعول معه والتمييز والحال. أخيرا المفعول فيه، المفعول فيه نوعان هما ظرف الزمان وظرف المكان. طبعا ظرف الزمان دائما يسأل عنه بمتى، إذا قلت كتب الطالب الواجب متى؟ صباحا، مساء، ظهرا، بعد الظهر، قبل العصر، فأنا أحدد الزمان الذي حدث فيه الفعل. أو المكان يسأل عنه بأين، أين كتب؟ فوق الطاولة، تحت الشجرة، أمام الباب، خلف الكذا. فطبعا الجهات الستة كلها تدل على المكان، أمام وخلف ويمين وشمال وفوق وتحت، وما ألحق بهذه الجهات أيضا كل ذلك يدل على المكان. إذن المفعول فيه ما دل على زمن وقوع الفعل أو مكانه، ظرف الزمان تقلع الطائرة فجرا، ظرف المكان جعل الله مرتبة العالم فوق الجاهل. أين ظرف المكان في هذه الجملة؟
فوق، فوق هو ظرف المكان، في حين ظرف الزمان في الجملة الأولى تقلع الطائرة فجرا، فجرا هو ظرف الزمان. طبعا لسنا مطالبين يعني تفريعات الظروف، يكفينا الظروف الأساسية في نحونا الوظيفي. من كان عنده سؤال فليسأل، وإن لم يكن هناك سؤال فننهي المحاضرة. هل من سؤال؟ هل من استفسار؟ أبدا. نستودعكم الله ونلقاكم إن شاء الله في اللقاء الأخير بعد أسبوعين.